السلام عليكم، مساء الخير. مساء النور. اهلا يا باشمهندس، ازيك؟ ان يا شاء الله طيب. حبيبي، كله تمام الحمد لله حبيبي. الله يبارك فيك. محمد الفاضل معك، وانا سعيد جدا حقيقة على قبولك الدعوة اليوم ووجودك معنا ان شاء الله. ربنا يخليك، ده انا اللي اسعد وشرف ليا يعني. الله يكرمك ويبارك فيك. احنا دقيقتين بس حنطلع لايف على اليوتيوب بإذن الله. ان شاء الله. السلام عليكم، أهلا وسهلا. تسمعني كويس بس مهندس؟ تمام. طيب، إحنا الآن لايف على اليوتيوب. نرحب بك بس مهندس هشام صفوت، الرئيس التنفيذي لشركة زوميا
ونرحب أيضا بالمشاركين معنا على قناتنا على اليوتيوب. واليوم إن شاء الله بنتحدث عن أولا عن جوميا. وجوميا طبعا أحد الشركات الرائدة في الشرق الأوسط أفريقيا في التجارة الإلكترونية، ومن الشركات اللي جدا الصاعدة ما شاء الله بشكل قوي وملحوظ، وتجربة الحقيقة تستحق مننا خصوصا في منطقة الخليج والشرق الأوسط، إنه نشوف كيف الشركة بدأت وكيف واجهت يعني أشد التحديات الآن في عام جائحة كورونا، وبقيادة يعني الباشمهندس هشام صفوت من القيادين التنفيذيين ما شاء الله والأسماء اللامعة في الرئاسة التنفيذية في مجال الشركات التقنية. باشمهندس هشام الله يعطيك العافية يا رب. أهلا بيك، أهلا بيك. أنا سعيد جدا اليوم بحضورك معنا، وحابين نسمع منك الأول. معنا رواد ورائدات أعمال ما شاء الله كثير وكلهم متوجهين للتجارة الإلكترونية، نحب في البداية بس نسمع كيف بدأت جوميا قبل ما ندخل على موضوع جائحة كورونا. تمام، شركة جوميا هي شركة أفريقية، شركة تكنولوجيا معلومات في الأساس. أطلقنا الشركة أو مجموعة جوميا الأفريقية سنة 2012، ابتدت في نيجيريا وبعد كده ابتدت تتوسع في مصر، تعتبر تاني أو تالت بلد تفتح في المجموعة، وبعد كده انتشرنا. دلوقتي احنا حاليا متواجدين في حوالي 11 بلد. تعتبر التجارة الإلكترونية هو العمود الأساسي للمجموعة، لكن طبعا احنا كشركة تكنولوجيا معلومات عندنا كذا أعمدة أخرى بتبني المنظومة الكاملة لتكنولوجيا المعلومات اللي بتقدمها جوميا بالخدمات اللي بتقدمها جوميا. عندنا خدمات زي الدفع الإلكتروني، عندنا خدمات زي الاشتراكات الشهرية أو الخدمات الإلكترونية، عندنا خدمات التوصيل المأكولات، عندنا كذا نقدر نقول عمود من أو كذا عمود من الأعمدة اللي بتنشئ أو بتشكل مجموعة جوميا. الحقيقة طبعا احنا كمجموعة تعتبر النجاح اللي اتبنت عليه المجموعة دي هو ان احنا اعتمدنا على الكوادر الافريقية، وبالذات طبعا لو بنتكلم في مصر الكوادر المصرية لبناء المجموعة دي، اللي طبعا كان تعتبر الاهم نجاح ليها كانت انضمامنا او ادراج مجموعه جوميا الافريقيه كاول مجموعه لتكنولوجيا المعلومات افريقيه تدرج في بورصه عالميه، وهي كانت بورصه نيويورك سنه 2019. جميل جدا حقيقة، يعني وصولها كمان للبورصة نيويورك. أنا حقيقة كنت أقرأ من فترة عن جوميا برضو، ويعني أعتقد في شركة ألمانية أو روكت إنترنت مع جوميا أعتقد، صح؟ أحد المستثمرين. أحد المستثمرين الأوائل اللي استثمروا في المرحلة الأولى فقط في جوميا، وتعتبر كانت طبعا من أحد الشركات الرئيسية أو اللي هي قدرنا أو الكوادر المصرية والأفريقية ابتدت تمتص منها أو تأخذ منها الخبرات العالمية دي في خلال المرحلة الأولى من إنشاء المجموعة. جميل جدا. وهل في نية في التوسع نشوفكم عندنا إن شاء الله في السعودية؟ يعني جوميا والله متميزة ده حقيقة. يبقى شرف لينا. يبقى عالية. شرف لينا طبعا. هو طبعا السوق السعودي من اكبر واقوى الاسواق خاصه في التجاره الالكترونيه كمان، لكن الحقيقه احنا كمجموعه افريقيه احنا حاليا تركيز فقط في القاره الافريقيه، كتعتبر اخر يعني زي ما دايما اخر منطقه في العالم لسه التجارة الإلكترونية فيها تعتبر في بداياتها، وفرص نموها طبعا بتبقى فرص كبيرة جدا، وجوميا كأكبر لاعب في القارة ده بيخلينا نركز فيها لأن الفرص طبعا فيها للنجاح فيها بتبقى كبيرة جدا. جميل جميل جدا. اعتقد يعني احنا السوق السعودي ما شاء الله سوق استهلاكي في التجاره الالكترونيه بشكل جدا كبير، ولا زال في احتياج، يعني لا زال حتى الكي بلايرز او اللاعبين الكبار في السوق لا زالوا في فرصه للمنافسه. واعتقد جوميا حتكون من احد اكيد الشركات المميزه يعني انها تدخل السوق السعودي. طيب كيف واجهت كورونا، جائحة كورونا أول ما بدأت؟ يعني
من خلينا نقول مارس، من يوم ما بدأ الموضوع بدأ يعني يدخل في منحنى جدي جدا، وبدأ موضوع الإغلاق وموضوع الحظر. كيف كان الاستعداد من ناحية تشغيل، من ناحية انفراستراكشر تقنية، كيف كان الاستعداد، واخذتوا خطة الريسك والطوارئ يعني؟ يعني التجارة الإلكترونية بشكل عام هي بتنمو كل عام، يعني هي من أكتر بتنمو نمو كبير كل عام عن العام اللي قبله، وهي تعتبر من أكتر القطاعات اللي هي بتنمو في خلال ال10 سنين اللي فاتت دول. لكن طبعا أكيد جائحة كورونا شكلت بشكل كبير جدا، أولا تحدي نقدر نقول في المراحل الأولى منها، لأن هي لما ابتدت هي ابتدت في المنطقة عندنا العربية وفي القارة طبعا الأفريقية، ابتدت على مراحل. يعتبر المرحلة الأولى كانت اللي هي ابتدت ظهور المرض على مستوى العالم، وده طبعا أثر إن هو ابتدى يأثر على السبلاي للمنتجات المستوردة، لأن ما زال طبعا في منتجات كتيرة جدا بتستورد بالذات في دولة زي الصين اللي هي ابتدت فيها الجائحة. بعد كده ابتدت طبعا دي أثرت على السبلاي، فبالتالي أثرت بشكل سلبي على المنظومة التجارية بشكل عام. لكن ما ابتدت بقى ظهور بوادر الجائحة دي ودخولها المنطقة العربية والمنطقة الأفريقية، ابتدت طبعا يحصل نوع من أنواع الاحترازات، وابتدينا كمجموعة جوميا نحط احترازات اللي هي أعلنت عنها منظمة الصحة العالمية وطبعا وزارة الصحة لو بنتكلم في مصر، واعتمدنا كل الضوابط الخاصة بحماية أولا طبعا العميل والموظف المتواجد عندنا في الشركة، وبشكل عام ندي كمان نساهم بشكل كمان إيجابي في زيادة الوعي بأخطار الجائحة دي وطرق الحماية منها والوقاية منها. بعد كده ابتدت المرحلة الثانية، هي مرحلة بقى انتشار المرض، ودي ابتدت تزيد فيها، وابتدت طبعا يحصل نوع من أنواع الإغلاق الجزئي أو الكلي في بعض المناطق، ودي حصل التركيز من ناحية بقى الناحية الاستهلاكية، ابتدى يحصل تركيز بشكل كبير على المنتجات الصحية والوقائية في المرحلة الأولى دي، واللي كانت تعتبر حاجة جديدة أو منتجات مش مشهور طبعا بيعها عن طريق منصات التجارة الإلكترونية في الأول، لكن ابتدى يحصل فيها تركيز جامد. وبعد كده ابتدت بقى المرحلة الثالثة اللي هي لما طبعا الحكومات المختلفه ابتدت تاخد بقى محاذير قويه جدا واغلاق كلي في بعض المناطق دي، طبعا ابتدت بقى العميل يتوجه الى ان هو ياخد التجاره الالكترونيه بشكل عام كشراء، مش بس بقى المنتجات المرتبطه بالازمه الكورونا، لكن بشكل عام اللي هي وبالذات السلع الاساسيه والاستهلاكيه بشكل رئيسي. يعني ده من ناحية الجانب الاستهلاكي. من جانب بقى السبلاي أو العرض، طبعا برضو الشركات ابتدت تتوجه إلى قطاع التجارة الإلكترونية وما تتخذوش ك نقدر نقول قناة مبيعات إضافية أو سنوية بالنسبة لها، لا ابتدت تاخده القطاع ده كقطاع مبيعات رئيسي بالنسبة لها أو قناة مبيعات رئيسية بالنسبة لها، وده لمسناه في الشركات العالمية وطبعا الشركات المحلية، خصوصا البلاد اللي متواجد فيها صناعة محلية قوية بالذات في مصر، ابتدى بشكل كبير جدا ادت فرصة الحقيقة للشركات المحلية ان هي تبتدي تعرض منتجاتها وتاخد يعني نصيبها من الفيزيبيليتي او الظهور على منصات التجارة الإلكترونية بشكل كبير، لان زي ما قلت لحضرتك برضو الامبورت او الاستيراد تاثر بشكل كبير، فبالتالي حصل اعتماد كبير على المنتجات المحليه دي ساهمت طبعا بشكل ايجابي عليها. طب هل حسيت انه في يعني من ناحيه تشغيليه، هل شفتوا في نمو يعني؟ هل كانت الجائحه فرصه لزياده الوعي الناس اللي كانت في البدايه ما تؤمن بموضوع التجاره الالكترونيه من ناحيه الاند يوزر ليفل يعني؟ كان موضوع انه ادفع بالفيزا وكريدت كارد، اني انا احط الكريدت كارد تبعي على موقع واروح للبنك اقول له طلع لي بطاقه فيزا مشتريات اونلاين، فهل حسيت انه الجائحه فعلا اعطت تاثير ايجابي في هذا السلوك المستهلك؟ مثالي ده سؤال مهم جدا. يعني نقدر نقول ان في المرحله الاولى او في خلال الفتره السنين اللي فاتت دي كان الـ الوعي موجود،
يعني معرفة وجود منصات تجارة إلكترونية كان متواجد، وأسامي الشركات الكبرى فيها وحتى المتوسطة كان مشهور ومعروف للناس للمستهلك، لكن كان الاستخدام أو اللي احنا بنسميه ترايل كان في تحدي شوية، لما كانش كل الناس بتحب تجرب، كانت لسه في نقدر نقول عدم معرفة مثلا ازاي هشتري، طب ازاي هعمل الطلب بتاعي. فهي كان الوعي موجود، او الوعي بمعنى معرفة وجود المنصات دي، لكن الاستخدام ما كانش منتشر، وبالذات في فئات عمرية متقدمة شوية. يعني كان ميلي منتشر اكتر على الفئات العمرية الصغيرة اللي هم بنسميهم الايرلي ادابترز، اللي هم الاجيال اللي طالعة على يعني استخدام القطاع او التكنولوجيا المعلومات بشكل عام. لكن ابتدى بقى مع ظهور الازمه دي ان ابتدت القطاعات عمريه او فئات عمريه اكبر ابتدت كمان هي كمان تجرب بقى، يعني ابتدت تنتقل من مرحله الاويرنس او المعرفه الى الترايل بقى او التجربه. وده ساهم طبعا، اكيد الازمه ساهمت بيه بشكل كبير في نمو القطاع ده طبعا. أنا أعتقد حتى يعني زي ما تفضلت دخول الفئات العمرية الأكبر سنا، ولاحظنا حتى عندنا في السعودية الآن في فترة الجائحة، يعني ممكن إحنا كان شوية فترة الإغلاق أطول شوية من مصر، يعني فأصبح كل كبار السن تعلموا كيف يستخدموا الدليفري أبليكيشن وكيف بيستخدموا حتى الخدمات الحكومية أونلاين، فهي فعلا ساهمت. وبعدين أعتقد إنها الآن أجبرت الشركات، كان أول اعتقد الشركات اللي هي بتبني البلاتفورم كيو اكس ويو اي، اليوزر انترفيس واليوزر اكسبيرينس، ما كان في اعتبار الى انه هذه الفئه العمريه ممكن تدخل، فانا اسهل وابسط الديزاين والدخول على يعني قد ما اقدر عشان هذه الفئات فعلا تستفيد. يعني يعني احنا لما بنعمل سيرفيز للعملاء المستهلكين بشكل عام في الشوارع في مصر، بيبقى دايما الحقيقه اللي كان فعلا اكتشفناه وكان واضح جدا هي العائق ده، هو عائق الحاجز النفسي لي ازاي ان انا اتراي، او مش عاوز اسميه حاجز نفسي، ان انا اقول هو اسئله بتدور في عقل المستهلك. طب انا لو عندي مشكله هحلها ازاي؟ يعني حاجات بيزكس بسيطه جدا، لكن في الحقيقه هي كان بتشكل عائق كبير جدا للترايل او التجربه. ومتهيألي الازمه دي هي اللي اجبرت بقى او خلت ناس كتير جدا تبتدي تجرب بقى بنفسها. وطبعا بعد التجربه بيبقى دور بقى المنصات المختلفه، اللي هي لو قدمت خدمه جيده طبعا العميل بيجي مره واثنين وثلاثه وخلاص، بيتخذ التجاره الالكترونيه كقناه رئيسيه ليه للشراء. يعني طبعا للاسف لما بتمر ازمه او مشكله مع العميل، هو ممكن بتاثر او بيرفلكت الموضوع ده على كل المنصات. يعني هو بيقول بيجمع كله، زي ما يقولوا سيئه عم بقى في الحاله دي، ان هي لو في مشكله ما قابلته في احدى المنصات، هو بيرفلكت الموضوع ده على كل المنصات التانيه، فبتاثر على هذا العميل او هذا اليوزر على كل القطاع، مش بس المنصه اللي هو مر بيها بتجربه سيئه. عشان كده دايما احنا بنحاول، يعني طبعا مع التعاون مع الجهات الحكوميه، ان احنا لازم يحصل نوع من انواع فرض السيطره القويه على القطاع ده بشكل عام، لان طبعا زي ما حضرتك عارف هي الموضوع مش قايم بس على منصات كبرى، لكن في صفحات التواصل الاجتماعي مليانه من المعارض اللي بتبيع منتجات، وللاسف في كتير منها منتجات بتبقى مش اصليه او منتجات في سيئه الجوده. دي للاسف بالنسبه للعميل العادي او المستهلك العادي، دي بالنسبه له ما بيفرقهاش، هو بيعتبرها كلها تجاره الكترونيه، فلما بيمر بتجربه سيئه للاسف بتاثر طبعا على القطاع كله. صحيح فعلا، واعتقد من هذا المنطلق انا يعني شفت الحقيقه في زوميا عندكم عاملين بروجرام جميل جدا صراحه ويعتبر رائد، يعني اللي هو برنامج جي فورس ابدا بزنس مع زوميا، مظبوط مظبوط، واعتقد ده البروجرام هو يعني فعلا
كونكم ما شاء الله سباقين في هذه المبادرة، أعتقد أنها حتحول هذه الناس اللي في السوشيال ميديا اللي تبدأ بتبيع منتجات ساعات غير أصلية أو تكون أصلية لكن يعني زي كانت يعني ما يقدروا يعملوا فولفيلمنت بشكل صحيح من ديليفري من باكينج من من من. فأعتقد أنه منصة زي جوميا ممكن يساعدوا هذه الفئة بالذات يعني. بالتأكيد يعني احنا مش ضد هذه الصفحات، احنا مع بالعكس ان احنا هذه الصفحات التجارة الإلكترونية اللي بتعمل عمليات تجارة إلكترونية ان هي تنضم للمنظومة المقننة اللي هي المنظومة اللي بتديرها الدولة اللي بتحمي العميل لو حصلت له مشكلة، لكن طبعا لازم نحتويهم. يعني صحيح. طيب الآن أكيد مع الجائحة أنا أتوقع أنه ما شاء الله حصل نمو وحصل جروث، ممكن ساعات حتى كان يعني فوق اللي كان بلاند للسنة نفسها يعني. فكيف صار الريفليكشن النمو المفاجئ بسبب الجائحة على اللوجيستكس يعني، على يعني أكيد في قلة في الريسورسز في التوصيل في الدليفري في الـ في الـ في الستورينج، كيف قدرتوا يعني تديروا هذا الأزمة دي؟ والله يعني لو هتكلم على مصر بالذات، مصر يمكن الايكو سيستم او منظومه شامله لكل الشركات اللي بتعمل في قطاع تكنولوجيا المعلومات نقدر نقول تكاتفت مع بعض. يعني هنلاقي مثلا شركات اللي هي زي الرايد هيلينج، شركات التوصيل دي اتأثرت لان ما كانش في حد طبعا بالحظر ما كانتش بتقدر ان هي تشتغل او تعمل بشكل زي اوبر مثلا، والشركات دي ما كانتش بتقدر تشتغل في خلال الازمه دي بشكل طبعا كامل. فحصل تعاون مع شركات زي كريم مثلا بالنسبه لنا هنا في مصر في خلال الازمه دي، نقدر نقول ان حتى في افراد كتير جدا من اللي فقدوا وظائفهم للاسف بسبب الجائحه دي، سواء بقى في ايا كان القطاع اللي هو طبعا كانوا بيعملوا فيه، ابتدوا ينضموا للقطاعات اللي هي كان ليها الحظ ان هي تبقى متواجده وشغاله على شكل دائم زي قطاع التجاره الالكترونيه وبالذات القطاع اللوجستي. فنقدر نقول ان منظومه التكنولوجيا المعلومات بشكل عام او الايكو سيستم كله بتاع التكنولوجيا المعلومات في مصر قدروا يتكاتفوا مع بعض خلال الازمه دي، ان احنا نقدر نساعد بعض ونساعد كل الـ الافراد بالذات اللي هم كانت واجهتهم مشاكل في الوظائف بتاعتهم. وفي نفس الوقت مع نمو القطاع ده احنا شفنا ان في ناس كتيره جدا ابتدت تنضم في القطاع اللوجستي، لان طبعا القطاع اللوجستي يعتبر هو الحصان الرابح بشكل كبير، لان هو بيخدم على كل انواع المنصات وكل انواع طبعا الخدمات اللي بتقدم على المنصات دي. فنقدر نقول الديماند زاد بس السبلاي برضه زاد في خلال الازمه دي فيما يخص القطاع اللوجستي. يعني جميل جدا. انا حقيقه على بما ان في قطاع اللوجستي والشحن، من الاسئله حقيقه اللي بتجيني من المهتمين الان باللقاء ومتابعين معنا، انه هل جوميا في يعني انترست او تقدم موضوع الشحن الدولي لمتسوق مثلا من دول الخليج من السعوديه؟ لانه من الاسئله برضو انه بيعملوا مثلا داونلود الابليكيشن هو بس في مصر يعني جوميا مصر، فما ما بيظهر في السعوديه مثلا، هل في يعني خطة مستقبلية للموضوع ده؟ والله يعني طبعا يعني لو في خطط مستقبلية طبعا مش هنقدر نتكلم عليها دلوقتي، بس بشكل عام ممكن أجاوب من زاوية أخرى. يعني إن ما يسمى بالكروس بوردر أو إي كوميرس أو التجارة الإلكترونية العابرة للحدود هي المستقبل، يعني في كل مختلف العالم شايفين إن هي ده الترند العالمي دلوقتي، إن هو البلاد بتلغي الحدود ما بينها وبين بعضيها وبتعتمد على القطاع اللوجستي العابر للحدود لتوصيل منتجاتها من بلد لآخر. يعني فده بالعكس ده هو ده المستقبل، ويمكن طموحنا طبعا كمش جوميا مصر بس جوميا كقارة أفريقية ان يعني كل المنتجات اللي بتصنع كمان في البلاد اللي بنتواجد فيها دي يكون ليها الحظ تقدم ليها خدمات زي كده بحيث تنقلها بره القاره وبره البلد زي مصر للبلاد اللي حوالينا والمنطقه العربيه او خلال من في العالم كله. يعني فعلا اكيد، لانه مصر في منتجات بالذات المنتجات القطنيه يعني في لها اهتمام كبير
وفي لها ناس بتراقبها، منتجات محلية كثير في مصر. أعتقد إنه لو فعلا تفعل موضوع الكروس بوردر حيكون في إقبال كبير كبير جدا، يعني إنه ده أصلا حقيقي. في رغبة على المنتج المحلي المصري بالذات، يعني من نتكلم عن الخليج، يعني في رغبة وفي كواليتي وأسعار جدا منافسة، فأتوقع حتكون فرصة جيدة يعني. هي التجارة الإلكترونية بشكل عام وبالذات لو هنتكلم بشكل خاص كجوميا، إحنا عندنا التكنولوجيا الخاصة بينا مبنية على ثلاثة بيلرز رئيسيين أو أعمدة رئيسيين، هي ما يسمى بالماركت بليس بتاعنا الخاص بالشركات اللي بتعرض منتجاتها عندنا، الماركت بليس الخاص بالقطاع اللوجستي برضه شركات الشحن اللي بتشتغل تحت منظومة جوميا، والدفع البيمنت بلاتفورم بتاعنا او منظومه الدفع الالكتروني الخاصه بينا. دي الثلاثه بيلرز اساسيين، وهم دول اللي مبنيين على انفراستراكشر قويه، هي من تكنولوجيا المعلومات، من انفورميشن تكنولوجي، دي اللي بتساهم بشكل كبير جدا ان انت تحول او تخلق فرص من اصغر شركه لاكبر شركه، ان هي تستخدم المنظومات دي كلها ان هي تبيع في كل ارجاء المنطقه اللي هي بيتواجدوا فيها، سواء بقى البلد اللي هم بيتواجدوا فيها او زي ما قلت لحضرتك في المستقبل كمان التصدير او تعرض منتجاتها عن طريق الاي كوميرس، الكروس بوردر اي كوميرس عن طريق للبلاد التانيه كلها. فعلا انا حقيقه في ميزه فعليا انا اشوفها في جوميا، بحكم يعني بحكم خبرتي شويه في موضوع البلاتفورمز، اللي بيميز حقيقه جوميا عن المنافسين للماركت بليس، المنافسين يعني بدون ذكر اسماء، في سهوله جدا في الاستخدام وما في زحمه، يعني ما فيش زحمه كده وانا داخل بتصفح بتنقل بين البرودكتس. حقيقه يعني باين انكم ما شاء الله درستوا فعلا اليو اكس بشكل جدا فائق وتميزتوا بيه عن المنافسين. الواحد بيدخل بيلاقي يعني في الهوم بيج الواحد مش عارف يدخل عليه بالضبط، كمية صور وكمية معلومات. فميزة حقيقة في جوميا اعتقد انه يعني مثال ممكن للشباب اللي بيفكروا بيفتحوا ماركت بليس بلاتفورمز، انه الموضوع مبسط بشكل جدا بسيط ومريح حتى للبرودكتس اللي بشوفها في الهوم بيج. يعني ده حقيقي. هو طبعا بنعتمد على الاي بي تيستنج كل شويه، بناخد الانبوتس كمان من الـ بنعمل زي كاستمر فوكس جروبس كده، بنقعد فيها مع عملاء بناخد رايهم، والحقيقه كل ما كنت بتعتمد اكتر على راي العميل والراي اليوزر في التطبيق الخاص بيك، ده بيساهم بشكل كبير جدا ان انت تقرب اكتر للعميل. كل ما بتكون محدود او ريستريكتد شويه بسبب وجودك مثلا ضمن منظومة كبيرة مش قادر ان انت تتحرك فيها، كل ما يبعدك شوية على الماركت بتاعك يعني. صحيح. طيب بس مهندس، الآن في إقبال كبير جدا جدا للشباب في موضوع التجارة الإلكترونية، وعندنا إحنا يعني الشباب اللي بيتابعونا والشابات من السعودية، عندنا مبادرات الآن حكومية تدعم موضوع التحول الرقمي وتدعم الشباب اللي بيفتح متجر إلكتروني، بتدعمهم ببرامج تأهيل وتدريب وكمان بشركات تقنية ده. ولكن في صورة نمطية، وهنا عاد يعني فرصة إن إحنا ما شاء الله قامة زيك يا باشمهندس اليوم معانا، ان نستغل يعني النصيحة للشباب اللي الاغلب عنده فكرة انه مستسهل الموضوع، انه انا هو مجرد بلاتفورم يعني كنترول بانل احط فيها الاصناف والايتمز وابدا ابيع. يعني نبغى النصيحة للشباب والشابات الفعلية، لانه اللي انت فعلا ناوي تتوجه للاي كوميرس الموضوع مش بالسهولة والسهولة اللي هم مستبسطين الموضوع بشكل جدا بسيط، انه لا، انه فيه في الباك جراوند اكيد في عمل كبير وضخم جدا، نحب يعني نسمع منك يا باشمهندس. تمام. والله طبعا اهم حاجه ان يعني انا احب ابتدي الاول بشكل عام، الشركات تكنولوجيا المعلومات بشكل عام واللي شغاله بالذات في الاي كوميرس والتجاره الالكترونيه بشكل خاص بتعتمد جدا على ما يسمى بالسكيلز، بالموهبه الشخصيه، لان انت بتبنيه دلوقتي مش شرط يكون هو ده اللي انت هتستمر بيه كمان سنه او سنتين او ثلاثه، انت كل سنه بتحتاج ان انت لازم تطور
من أفكارك، لازم تقرب أكتر من الماركت بتاعك، لازم تفهم التطورات اللي بتحصل في السوق أو الماركت الخاص بيك، سواء بقى من ناحية الكونسيومر أو من ناحية السبلاير. لازم تبقى دايما مواكب للتغييرات دي كلها، ودايما تبقى عندك كمان الابيليتي زي ما انا قلت في السؤال اللي فات، ان هو ان انت تقدر تطوع التكنولوجيا للماركت اللي انت تتواجد فيه. فدي اول حاجة. تاني حاجة ان طبعا فهم التفاصيل الفنية، طبعا مش هنقدر طبعا النهاردة نخوض فيها كلها، بس طبعا البرودكت مهم جدا، لكن اللي بيبني البرودكت في الأساس هو المنظومة اللي تحتيه، اللي بتشتغل تحتيه. والمنظومة دي جزء منها طبعا مرتبطة بالسبلاير سايد أو السيلر سايد أو البرودكت ليستنج سايد. الأول إزاي بتعرض المنتجات، وإزاي هتجيبها، وإزاي هتحدد أنهي منتجات هتعرضها عندك، بالإضافة إلى طبعا الجزء الخاص ب عمليات التوصيل وشبكة التوصيل، وهتوصل لفين، وهتبتدي في انهي ريجنز، وانهي ريجنز اللي هتقدر تنجح فيها، وانهي ريجنز اللي ممكن تأجلها. هل هتعتمد على منظومة خاصة بيك انت، ولا هتبتدي تاوت سورس او تعتمد على شركات اخرى هي دي اللي تعتمد عليها في عمليات التوصيل. ثالثا طبعا الجزء الخاص بالاوبريشنز نفسها، او العمليات او الاوردر بروسيسنج نفسه، من اول ما العميل بيطلب، الجيرني بتاعت العميل كلها من اول عمليه طلب الاوردر، وازاي هيعمل السلكشن بتاعه، لغايه لما كمان لو المنتج ده وصل له، لو حصل له مشكله هيعمل ايه، والريفرس فلو ده كله، ده كل ده لازم طبعا بيدرس بشكل كبير. والجزء طبعا يعني نعتبر برضو من حاجات الاعمال الرئيسيه، الجزء الخاص بالدعايه والماركتينج، وهتصرف ازاي. يعني طبعا انا دايما بقول ان القطاع التجاره الالكترونيه ده هو ده من اصعب التجارات اداريا، لان انت مش بتبص على رقم واحد انت، او ثلاث اربع ارقام، او مجموعه ارقام بسيطه. يعني كل يوم انت كل يوم بتبص على مئات من الارقام اللي بتقدر يعني تكونترول بيها المنظومة بتاعتك، علشان تتأكد ان كل حاجة ماشية سليمة، وكل حاجة ماشية صح، وان الانفستمنت بتاعتك ماشية صح. كل ده طبعا بيحتاج نوليدج كبيرة جدا، بيحتاج معلومات كتيرة جدا، بيحتاج، عشان كده زي ما قلت لحضرتك السكيل مهمة جدا، ويمكن من اهم الـ مش عاوز ان هي بقى سكيل او موهبة، بقى قيم انا بحبها قوي، في انا اتعلمتها من اول دخولي المجال عندنا، هو التواضع في اخذ المعلومه، ان انت تبقى عارف دايما ان انت لا، في حاجات كتير جدا انت لسه مش عارفها، فلازم يبقى دايما عندك كده الطموح ان انت تاخد معلومات اكتر، وتعرف معلومات اكتر، وتحتك بناس كتير، عشان تقدر تخلق دايما نفس لنفسك افكار جديده ومتغيره، ما تكونش ثابت بس على معتقدات معينه او افكار معينه، هي دي اللي انت هتشتغل عليها وتبني عليها البيزنس all the way. فعلا جميلة باشمهندس، وأعتقد زي ما تفضلت هو النظرة للمنظومة مهمة جدا، هي المساندة يعني مش بس التكنولوجي كويب سايت، قد ما أنت تفضلت إنه الواحد لازم ينظر نظرة شاملة، والموضوع مش أكيد بالسهولة اللي الواحد بيوصل. الآن الأغلب عنده نفس الطموح، يكون بمستوى جوميا والمنافسين، فأعتقد إن هي جورني فعلا زي ما تفضلت شوية طويلة، وتحتاج إلى الواحد يكون قريب من العميل، وقريب كمان من الثيرد بارتيز واللي معاه اللي بيخدموه، لأنه هو مش بس عمل فردي شخص لوحده يعني. صح، جميل جدا بس مهندس، الله يعطيك العافية. الحقيقة أنا اليوم استمتعت بشكل كبير يعني على المستوى الشخصي، واستفدت حقيقة منك يعني، ومن المعلومات الجميلة اللي أعطيتني إياها اليوم، وأعتقد كمان الشباب والشابات اللي معانا استفادوا بشكل كبير، وشاكرين ومقدرين لك وعارفين مشغولياتك، ونشكرك حقيقة جزيل الشكر على قبولك الدعوة وحضورك اليوم معانا، برغم يعني الضغط اللي عندكم في العمل. الله يوفقكم إن شاء الله يبارك فيكم. أنا اللي سعيد، وبشكرك مرة تانية، ألف ألف شكر حقيقي، شكرا الله جدا، يكرمك يا بس مهندس، شكرا، وشكرا شاكر ومقدر لكم، وشكرا لمتابعينا على قناة اليوتيوب، وإن شاء الله تعالى
كالعادة حتنزل لكم الملخصات بإذن الله تعالى في منصة عالم ريادي، ونستفيد منها جميعا بإذن الله في الصحيفة. شكرا لكم.